نرحبوا بزوز ضيوف موجودين معنا زيدا اليوم في النشاط الجمعياتي هذايا. عندنا مدموزيل صابرين ومدموزيل جيهان. بما جيهان خليك على راحتك من تخمم في الريبونس خاطر من قبيل تقول لي خليني نخمم شنو باش نقول. صابرين، شبكة مدينتي، جمعية شبكة مدينتي، شنو اللي جذبك ليها؟ شبكة جمعية مدينتي أول حاجة اللي جذبتني لها انها شبكه من جمعيه معتا تنمويه تهتم بتحقيق معتا الاخرين للفورماسيون للمشاريع يعني تهتم زيادة بالمشاريع اللي نجموا يعملوها لي جون في حياتهم. تعطيك فكره كيفاش تعمل معتا مشروع مثلا تفهمك حاجه معناتها ما كناش نعرفوها قبل، تحطك على الطريق الصحيح معناتها وتاقع متابعتكم من بعد. يعني كل ما كل ما تعملوا دورات في التاهيليه كيف ما هكايا اسكو يقع متابعتكم من طرف الجمعيه هذه؟ احنا اعضاء فيها فهمتني، اعضاء متطوعين. اي ماناش منخرطين، فما شكون معناتها غيرنا منخرطين، فما غيركم منخرطين اللي يخلصوا 200,000 مو هكاك؟ لا متطوعين معناتها. لا لا شوف المتطوع كيفاش، انتوما منخرطين متطوعين وهما منخرطين يخلصوا في 200,000 عن طريق بيرو الشغل، ما هو هكا ولا احنا متطوعين؟ هذوما اللي يخلصوا في صار متطوعين محليه التطوع في منزل برديكو. نحكيو مع سي خالد نبع شوف كناش يخلينا نتطوعوا زيد ونخلصوا 200,000. يعني بالله نحب نفهم المتطوع اللي يخلص هذا كيفاش، يعني متطوعين كيفاش وتخلصوا كيفاش؟ على شنو تخلص؟ على بيرو الشغل. عن طريق الشغل. يعني شنو الخدمة سامحني صابرين، شنو الخدمة اللي تقدموها باش تخلصوا عليها والخدمة اللي تقدموها متطوعين؟ باهي احنا عندنا المتطوعين معناتها يحضروا ديما في الجمعية، تلقاهم ديما في الجمعية يخلصوا على طريق بيرو الشغل. يعني اللي يخلصوا عن طريق بيرو الشغل تسموهم متطوعين؟ نعاود ونكرر باهي التطوع في منزل برقيبة معناتها تلقاهم كل معناتها كل يوم يحضروا في الجمعية ويتابعوا معناتها توقيت إداري بصفة مستمرة، كاينهم يخدموا في إدارة، وخدمتهم شنو تكون؟ أبار الأمور الإدارية تنسيق مع الجمعيات، تنسيق مع الجمعيات الكل معناتها كان فما تيم معناتها احنا تو عندنا شراكة مع دار الشباب معناتها قاعدين نخدموا دار الشباب منزل برقيبة على مواضيع الشهرين هذوما عندنا موضوع نتاع التغذية خارج نطاق العائلة. تغذية. تغذية خارج نطاق العائلة يهم الصغار هذا. يهم الصغار. يعني كله مجوك الأكلات السريعة والكل. قاعدين نخدموا عليها وعندنا الفورماسيون هذايا معناتها ننسقوا ما بين الجمعيات، نبعثوا دي زانفيتاسيون، نحضروا مثال من بعد ما توفى كيما اليوم مثال باش نحضروا السيونس هذايا وغدوة، نحضروا مثال نشوفوا شكون جاي شكون ما جاش. تعملوا تقييم للدورة اللي صارت نهار السبت ونهار الأحد. سي بيان 200,000 سي بيان. فما اللي منخرطين معناتها ينجموا يحضروا معنا كي يبدا عندهم وقت، فهمتني، ونجموا يحضروا مثال كان في هكا فورماسيونات. باهي صابرين هذوما اللي يخلصوا 200,000 يقعدوا مدة عام متعاقدين مع جمعية مع الجمعيات بليتو. باهي اسكو انتو من بعد تخموا باش تواصلوا النشاط الجمعياتي هذايا حتى إذا تخصصت عليهم ال 200,000؟ علاش لا مادام فيها حاجة يعني وليتوا تمنوا بمبادئ الجمعية؟ الجمعية كي تخدم فيها تخدموا انها توصل تحقق هدف ولا عندها فين تحب توصل فهمتني. نتصور معناتها عبد ينجم يقعد فيها، اما جمعيه فما على خاطر برشا جمعيات جوست اسمك اهو. عندنا في منزل برقيبه جمعيه جوست اسمك مش قاعده تخدم في الجمعيات، فما معناتها فما بريسك قريب عندنا 47 جمعيه في منزل برقيبه، تلقى منهم معناتها الناشطين وتلقى اللي مساكن مازالوا معناتها ما لقاوش لوكال، وفما اللي يخدموا بلاش لوكال، وفما وهذوما يعني حاولتوا انتم باش تستضيفوهم اليوم مثلا الدوره التكوينيه؟ احنا توا معناتها قاسمين على دو جروب وكل جروب فيه 60 فيه 30 معناتها جمعية بيرسون. لا 30 بيرسون ما يعادل قداش من جمعية 15 هكاك خاطر في بالي 3 بيرسون على كل معناتها اللي نجمنا نوصلوا لهم واللي عندهم مقرات معناتها واللي نجمنا نتصلوا بهم الكلهم من معتمدية منزل برقيبة. احنا البروجي هذا معناتها نتاع الفورماسيون ما بين منزل برقيبة وتينجا حتى تينجا فما زاد جمعيات فما جمعيات من تينجا. باهي مدموزيل جيهان نهنيوك على 200,000. مدموزيل جيهان قريت القران نفست البسمله والحق خلي الحمد لله من بعد. باهي جيهان قدم لنا روحك شنو تعملي في حياتك ابار النشاط الجمعي؟ انا متخرجه. متخرجه منين؟ متخرجه من تحت الشمس وكانت غادي تكون عصبيه بتاعي في الطريق. صابرين متخرجه انت زاده منين؟ انا تكنيسيان من اللي يهمك من بعد النشاط على التغذيه دومينك هذا. ايوه احكي لنا بعد شو تحكي لنا عليه. جيهان كنت منين متخرجه؟ انا عندي
توا في الجمعية به هي جهين أبر الميتين ألف. والله لنا حاسدين، والله لنا حاسدينه. أما أبر الميتين ألف مدموزيل جهين، شنو اللي جذبك لجمعية شبكة مدينتي هكا؟ من الأول الاسم، الاسم شنو معناته؟ محلي الاسم تحس يعني حاجة كي جديدة وحاجة أول مرة نشوفوها يعني في منزل بورقيبة. قلت لي قبيلي كلمة حلوة، فما كلمة مدينتي هكا. مدينتي حاسة أنت منزل بورقيبة مدينتنا قاعدة تعبة برشا بالطبيعة. احكي لي كيفاش حاسة؟ شو حاجة في البنية التحتية، كل شيء في الحجم المختاري يعني. كنشوف مثل السبيطار مثلا كان مكسر، ولا ما عرفش، ولا مثل الكياسات ولا حاجة. حس روحك يعني. دونك سمعت فما شبكة مدينتي، قلت خلينا نمشي نكتشف شنو فما في الشبكة هذي. اي شنو لقيت؟ لقيت جمعية تنشط في المجال هذي؟ تنشط يعني هي جمعية تنموية يعني. هي تنموية. نحبوا يعني نعملوا دي فورماسيون، نحبوا كنوعي وكل عباد. لقيت الوقت يعني ديما نعديو يعني في التنسيق بين الجمعيات. به جهين معناتها هي ابار، نحب نفهم انا، ابار الدورات التكوينيه اللي تعمل فيهم للجمعيات، هي قاعده تعمل في دورات تكوينيه المواطنين عاديين، تستقطب الناس معناتها من المجتمع المدني عاديين كيفنا حكي، باش تاهلهم باش تفهمهم شنو النشاط الجمعياتي قاعدين. حاليا مركزين على جمعيات مدينتي. هي جمعيات مدينتي. جمعيات مختلفه. هذاك هو اكثر حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. على السلامه. يجي يسلم علينا يدخل في الانترفيو ديريكت مع قناة. مع السلامة. مرحبا. مرحبا بك. باهي معك قناة ميوزيكانا تي في على الانترنت. منخرطة تخلص ولا منخرطة؟ عضوة. منخرطة مش قاعدة تخلص هذايا، تنجم تقدم لنا روحك؟ بو اسمي ألفة حبوبة مدام زغبي. أي مرحبا بك مدام. يعيشك يحييك. الكاتب العام المساعد نتاع شبكة جمعية مدينتي. باهي أنت ما عندك علاقة بالفلوس صح؟ لا ما عنديش حتى علاقة. من بعدش خليك تروح على راحتك، احنا مركزين على أمينة المال، قولي لها منين باش تروح، من بعدش نوصلوها، فهمت؟ مدام زغبي شنو اللي جذبك لجمعية مدينتي؟ بو الجمعية هذيا معناها هي جمعية تتلهي اولا عندها دور تنسيقي. الدور التنسيقي هذيا اللي يتمثل في انه تجمع معناها الجمعيات الكل تكون منتويه معناها تحتها وتعاون لمساعدتها، وعمليه التشبيك هذيا معناها بين الجمعيات تؤدي الى انه الجمعيات ما عادش تكون معناها في تنافس بين بعضها، وانما تكون في تكامل وتحاول معناها انها تتبادل الخبرات ما بين الجمعيات. تحاول انها تاخو بيد معناها كل جمعية عندها مثال عندها خبرات تساعد الجمعيات الاخرى، وهذا الدور اللي معناها تقوم به شبكتنا. شبكتنا كذلك هي تحاول انها باش تكون تكون مجتمع مدني قوي منظم يكون حسن ضد التجاوزات اللي كانت تعمل فيها الحكومات السابقه. به مدام زغبي فما سؤال سالته المدموزيل جهينه قبيلي، قلت لها اسكو اضافه الى الدورات التكوينيه اللي قاعدين تعملوا فيها انتم باش تاهلوا الجمعيات باش ينتصبوا باش يعملوا على رواقهم باش يبيعوا دوراتها، ولا اسكو انتم قاعدين تحاولوا ولا تخموا باش تعملوا دورات تكوينيه للناس عاديين كيفي وكيفها والكل باش تعرفوهم شنو معناتها مفهوم جمعيه؟ بالضبط. شنو هذيا احنا تويك بدينا اولا يلزمنا معناها بعد احنا يعني يلزمنا نرجعوا للتالي شويه. احنا في العهد البيت كانت عندنا جمعيات، لكن كانت جمعيات سوريه كانت عندها انشطه مملات عليها، ما كانتش تقوم بانشطتها، كانت عندها مشاريع حاضره تجاهها. الوغ احنا تويك نحاولوا ان نبديو قدرات الجمعيات، تعملوا دي كرياسيون، تعملوا دي بروجي جدد من الجمعيات هما بيهم. ميم حتى الجمعيه باش تكون عندها ستاتيو معناها حاضره، تكون عندها قيم، تكون عندها رساله، تكون عندها اهداف واضحه. ثم فيما بعد ما بحول الله نتوفق وبدينا نتوفقوا معناها بابا ان باش نبنيو المجتمع، نبنيو نسيج الجمعيات هذيا القوي اللي باش يأزر بعضه واللي باش ينهض بمدينه منزل بورقيبه. بعديك اللي تاثروا هما بيدهم في الجمعيات هذيا باش ياثروا جماعه اخرين، يلزمنا نعرفوا المجتمع معناها المجتمع افراد المجتمع اللي فما جمعيات ناشطه، وبفضل المجتمع هذاك وافراد المجتمع احنا توجدنا. واحنا راهي جمعيه هي شنو هي معناها باش تكون لو بورت باغول نتاع الافراد هذيكم باش نوصلوا لك المصالح هذيك. النسيج المجتمع المدني كي يكون قوي اكيد راهو مجتمع قوي يدافع اكثر على الافراد هذيكم. بيان سور احنا نعلموا توا ان الدول الديمقراطيه الكل تقوم على سي خالد قبيلي ما قص عليك حد سي خالد.
باهي ان شاء الله ان شاء الله. الكلنا نعرفوا اللي الدول الديمقراطيه الكل تنهض على نشاط جمعياتي كبير ونسيج جمعياتي موافقه. اي سورتو انه معناها انا ديما نخاطب نحب ديما نسال معناتها اسكو المواطن العادي توا اليوم في الفتره هذه اللي صعيبه شويه وتعبه شويه اسكو يتقبل مفهوم جمعيه؟ اسكو فاهم شنو معناتها جمعيه؟ صحيح احنا قبل كانوا يخزروا جمعيه معناها شعب سينونيم الشعب. صحيح صحيح تويكا لي احنا تويكا في الجمعيات بدينا نحاولوا ان نبدلوا في النظره هذيك. راهي جمعيه ماهيش شعب، راهي جمعيه هي ليك ومنك وتحمي فيك انت الدفاع ليك انت. يلزمنا نبدلوا. راهي ما فماش جمعيه بركه، عندنا جمعيات معناها تنمويه، عندنا جمعيات بيئيه، عندنا جمعيات خيريه معناها تبع الصحه. هكا شفت لا فاريتين تاع الجمعيات هذوما يشمل معناها كل افراد المجتمع، ما نقعدوش لاهين حاجه بركه والا نقعدوا معناها كما قبل نطبلوا ندرب كل الحكومه اللي موجوده والرئيس اللي موجود. لا تويكا احنا المجتمع المدني محوركم المواطن. المواطن المواطن كيفاش احنا نوصلوا بصوته للسلطات المعنيه مهما عليك، مهما كان رئيس دوله ولا وزير والا معناها موظف عادي في اداره. باهي مدام زغبي توا انتم عملتوا دوره تكوينيه سابقه مع 60 مواطن معناتها مع بريسك 15 جمعيه هكاك بالضبط. باهي وبيان سور والاكيد انكم عملتوا تقييم للدوره هذيك. اكيد عملنا تقييم. شنو لاحظتوا بعد التقييم هذا؟ احنا في الدوره الاولانيه حسينا فما اولا كانت فما ايزيتاسيون مدام اشاعه اللي فورماسيون اللي قاعدين نعملوا فيها هذه النهار الاولاني. النهار الثاني تلقى ولاو حتى اللي ما جاوش في النهار الاول والا معناها فرد بركه من جمعيه عيط لشكون معاه. احنا نورمالمون فما من زوز ولا ثلاثه فما وصلوا اربعه يحولوا يحبوا يكتشفوا. الدوره الثانيه صار عليها اقبال اكثر واكثر. السيت نتاع النجاح نتاع الدوره اللي تعدات معناها المسنه احنا في العدد نتاع الحاضر جبلكم الناس في الدوره الثانيه الفكتيف معناها كانت تشوفها الساله بعد بلا ما شاء الله معناها موجودين في الهديه. احنا معناها انا بيرسونيلمون انا معناها في كنت في المجموعه الاولى باش نزيد نحضر اليوم على خاطر فريمون تكوين تكوين معناها انتي تنشط في جمعيه شنو؟ شبكه جمعيه مدينتي. مدينتي أي. لكن احنا مو مقسمين هالمجموعتين، احنا عندنا 60 مشارك 30 في الدوره الاولى 30 في الدوره الثانيه. الوغ انا حضرت في الدوره الاولى في المجموعه الاولى وباش نزيد نحضر في المجموعه هذه مراسكيه في الدوره الثانيه. انا مراسكيه توميكا مراسكيه عندها بلاصه هذه ولا لا؟ ما عنديش اما يلزمني مش هذه. لا هو اجي نقول لك الحماس اللي قاعد تحكي به انت ولمسناه احنا دونك ينجم يبين لنا انه الدوره الاولى بالحق كانت ناجحه وان شاء الله. انا حسب ما فسر لي قبيلي رئيس الجمعيه قال الحضور يقتصر على ثلاثه من الهيئه المديره لكل جمعيه. انا ان شاء الله نتمنى معناتها انه الدوره الثالثه تكون ثلاثه هذوما نتاع الهيئه المديره والاعضاء والكل. وكون متاكده اللي وانا بديش نكون مراسكه معاكم. اي انا راسكي مع بعضنا ماله راسكي مع بعضنا ماله. الدوره الثالثه ميساش ما عرفش سي خالد شنو ينجم يعمل معنا. لا سي خالد ناس طيبه برشا الحمد لله ان شاء الله ديما نقابلوا كل الناس طيبين. لا لا الحمد لله معناها ولو فما برشا من امثال سي خالد ومن الغيورين على منزل بورقيبه كيما هكا بيحاولوا. خلينا بنت منزل بورقيبه اي نشرفوا ما علاش انت تحب تحضر وتحب تراسكي. لا والله وقبيلي قالت لي جيهان كلمه مدينتي حسيتها بالحق خاطر مدينتنا ياسر تعبه على ما هي ما انا نسميها منزل بورقيبه معلم تاني فهمت. مشيت واكبت زيد النشاط مع جمعيه اصدقاء المرضى نهار الاحد اللي فات في سبيكار منزل بورقيبه ومعايا سي منيره هو نحكي له قلت له سي منيره سبيكار منزل بورقيبه عنده شغم سبيسيال بالضبط. هاي سامحني ايش قولك الحماس اللي موجود عند سيمونير تلقاه عند اي منزل ولا ليه؟ والله سيمونير يمثل منازليه الباهين واللي انا نحبهم بالضبط فهمت. دونك هو اللي شجعني باش نجي اليوم وشجعني قبل زيد على جمعيه اصدقاء المرضى انا غدو باش نمشي وتهنت انا غدو باش نزوروا معاك المرضى. لا هو بيدو ما يفلتكش راهو مادام قال لك وانت تشجعت باش يقعد شد فيك صحيح لين انت تمشي ان شاء الله معاكم وراكم جمعيه شبكتي معاكم نمشي معاكم. تفضل ندخل القاعه ميلا قلت لك ميلا بعد التقييم هذايا حسيت صورتها الكلمه اللي قالت احنا راهو منزليه على فكره منزليه كي شفتك يا بنيه تحفونه ومزليه تعرف تحكي عرفها راهي منزليه.
يعيشك. تفضل بدر الدين، خلينا نكمل نحكي مع مدموزيل زو، مدام زغبي بليتو. نحييو مسيو زغبي اللي خليك نهار السبت اليوم. اي سيرتو سيرتو نهار السبت، طيب نهار السبت وتجيب شويك بلي هو قاعد يدفع فيا بالحق، ونشكروا ازواجنا اللي فما برشا ديزاين. بربي اي النقطة هذيا نشكروا ازواجنا اللي قاعدين يدفعوا فينا، معناها ان باش نقدموا المنزل بورقيبة. كل واحد الكل معناها من خلال راهو حبنا الكبير للمنزل اللي نحبوها تتطور وتكون مخيبة. والله هي منزل بورقيبة، وان بلوس احنا نتمنيو راهو المدن الكل في تونس، خاطر كل مدينة عندها شارم سبيسيال نتاعها.